كلنا نعرفوا اللي حياتنا تمشي في ديريكسيون واحده اللي هي من الماضي نحو المستقبل وكما يسميها مستر إيلينغتون الاستروفيزيسيان لا فليش دو تون. نعرفوا زيدا انه الانسان العادي يرقد 8 ساعات في النهار بعمليه حسابيه بسيطه على الاخر هي تمثل لو انتيير من نهارو. دونك اذا كان عاش 75 عام معناها راهو عدى 25 عام من حياته في النوم اكاهو، كيما زيدا عادي بين 3 و 4 سنوات بين الاكل والشرب، ويعادي زيدا 5 سنين من حياته الاولانيين اللي هما جوست وقت اللي هو صغير على الاخر ماهوش كونسيون اهميه الوقت. 2000 years later. باختصار شديد حياة الإنسان صغيرة على الأخر، وإذا كان باش نعديوها بين حاجات اللي باش تلهينا على أحلامنا وطموحاتنا رانا نحنا باش نكونو خسرنا حياتنا. ونعرف اللي برشا عبيد حكيت على أهمية الوقت وسورتو في الوقت هذايا لازم تستغل وقتك إيتو إيتو إيتو، أما جوست خلينا نحكيوها أوترومون. أول وأهم حاجة اللي هي قاعدة تضيعنا في وقتنا على الأخر هي البروكريستيناسيون، معناها التماطؤ، في عوض ما تعمل حاجة في ساعة تعملها في 3 سوايع ولا حتى أكثر. خلى بلاد كيما السويد تجرب تجربة الخدمة لمدة 6 ساعات في عوض 8 ساعات، بدات بمجموعة ممرضات اللي كانوا يخدموا في الميزون دو روتريت، وبعد التجربة هذيك لاحظوا انه الممرضات هذوما ولاو فرحانين أكثر ولاو بروديكتيف أكثر، إي نون سولمون أما ولاو يعملوا نفس لي تاش اللي كانوا يعملوهم في 8 ساعات في 6 ساعات أكاهو. كيما زادا جربت الحكاية هذيا اليابان في صيف 2019 في شركة مايكروسوفت، وعطت لي زومبلوي نتاعها خدمة لمدة 4 أيام في الأسبوع أكاهو. ومن بعد الحكاية هذية لقات انهم هما ولاو بروديكتيف اكثر بنسبة 40% ولقاتهم ولاو فرحانين اكثر. هنا راني مانيش قاعدة نقول ما تعطيش برشا وقت لخدمتك ولا ما تعطيش برشا وقت لقرايتك، لكن عطيت وقت زايد ولا ايفور زايد في حاجة اللي انت تنجم تعملها في اقل وقت هيك وين تتسمى غلط. اجا نتفاهموا على حاجة، اليابان وكوريا من اكثر البلدان اللي نعرفوهم مجتهدين ياسر في الخدمه نتاعهم وما يعبوش بالخدمه، هما مالوغوزمون يعانيو من كاروشي اللي هي ترجمه الحرفيه لي ديث بيكوز اوف هارد ورك، والا الموت من جراء الارهاق في العمل، واللي تنجم تكون اما بسكته قلبيه ستريس والا سويسايد والا برشا حاجات خايبه. دونك الراحه حاجه ياسر امبورطونت ومن اكثر الحاجات اللي تقيم اسكو انت قاعد تستغل في وقتك والا لا. نيكست حاجه ثانيه اللي هي مالوغوزمون نعملوها الكل اللي هي المالتي تاسكينغ، تلقانا نكونيكتي وميم طون قاعدين نقرا، وان فيت انت مش قاعد تعمل في حاجتين في وقت ما بلوتو قاعد تسويتش بطريقه سريعه على الاخر ما بين حاجتين اللي تعمل فيهم، واللي هي حاجه مرهقه على الاخر للمخ نتاعك. واسمع الليست، تفكتي الاكتيفيتي نتاع مخنا، نقص في البروديكتيفيتي ب 40%، نقص في الاي كيو ب 15 نقطه، عندها امباكت على الايموشنال انتليجنس نتاعنا والبرين دنسيتي. واو. So basically أهم حاجة هي أنك تركز في تاسكك هكا. ومن أكثر الحاجات اللي أني ياسر نشيخ عليها هي The Pomodoro Technique، وهي تكنيك متاع تايم مانجمنت واللي ديفلوبيها فرانسيسكو تشيريليو عام 1980. التكنيك هذه تخليك تخدم باغ انترفال كل 25 دقيقة خدمة أكاها وتركيز تام على الحاجة اللي انت تعمل فيها عندك 5 دقائق راحة، وكل 25 دقيقة تتسمى بومودورو، كل 4 بومودورو ويت يو كان دو 20 دقيقة راحة. والتكنيك هذه تخليك تجدد طاقتك وتخليك تخدم وانت متحمس، اي نون سولمون اما تخليك تخدم في اقل وقت.